لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين 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 يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا، اللهم آمين. هذه 10 أيام قد مضت من رمضان، فيا سعادة من اجتهد فيها، ويا سعادة من تقرب فيها إلى الله عز وجل، ويا خسارة ويا شقاوة من أمضاها في نوم بالنهار وسهر بالليل. لا عمل صالح ولا تقرب إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا مراشد أمورنا، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، كانت خطبة الجمعة الماضية بشائر للتائبين. سورة الجمعة الماضية قيل الخطبة بعنوان بشائر للتائبين، تناولت من خلالها مجموعة من البشريات، بشرت بها مجموعة من الإخوة والأخوات الأحبة في الله، بشرت فيها الذين كانوا قد تركوا الصلاة ثم عادوا ليصلحوا وليربطوا الصلة مع الله عز وجل، ثم بشرت أولئك الذين يريدون أن يتوبوا إلى الله وهناك من يمنعهم، فقلت لهم لا تسوفوا، وبشرتهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل، ثم أنبت الذين لا زالوا في سبات عميق ولو كان قد دخل عليهم رمضان. هؤلاء الذين لا زالوا غارقون في شهواتهم ولا زالوا غارقون في المعاصي حتى في رمضان، نسأل الله عز وجل أن يرد بهم إلينا ردا جميلا، أن يجعلهم اللهم من عمار بيوته، وأن يجعلهم ممن ينصرون دينه وكتابه وسنة نبيه، اللهم آمين. في هذه الخطبة أيها الأحبة في الله، أتناول موضوعا قد يعتبر تكملة لما كنت قد بدأته في الأسبوع الماضي. موضوع اليوم أيها الأحبة في الله، أخاطب فيه الذين عادوا ليصلوا والذين هم مقيمين على الصلاة أو مقيمين للصلاة. السور غكذين كذلك نتغوية زجين دور نتزجن السور غكين غنشين نشذكني وذوي ذا يتسرن مارا السور غكذين مسر من يتزجن ميمي مخغس السور إن شاء الله تعالى سأتحدث عن الصلاة. السور خصلة إن شاء الله تعالى، لن أتحدث عن ركنيتها ولا عن فرضيتها ولا عن وجوب أدائها، وإنما أتحدث عن مكان مغفرة الذنوب في الصلاة. السور خصلة إن شاء الله تعالى، ولكن بنظرة مغايرة. السور خصلة كمحطة لمغفرة الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلاة ومغفرة الذنوب، باش نبدل الفكرة اني غنغيت جن على انه واه قيد زاد جوش اذوني انتوها يوقع مروايت جي ذم سرم مروايت زيد جمي زيد جي ذم سرم قيد زاد جل انه ذم سرم واها، ثم نكس الفكرة اني الصلاة كأنه ذا منوس ذد خر أنساسخ العاتق كأنه ثقل ثقيل نضعه على عاتقنا. أنكس الفكرة أني غنغي الجنة أدخل فوق الصلاة دسق، أدخل فوق الدوار دسق، أدخل فوق العصارة دسق، الحياة مثل كمرت عدو تخطفت. أنا بدر الفكرة أن يعني نغير من هذه الأفكار،
لنقبل على الله عز وجل ونقبل على صلاتنا وكأنها مغتسل تغتسل فيه يا عبد الله يا مسلم، تحط فيه كل خطاياك وذنوبك. أيها الأحبة في الله، لا صلاة لمن لم يتوضأ. والنواجين رضوا غصب الصلاة من قرن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من زي تبدأ الصلاة تبدأ رضو روضو اني تقنشين انتروش شي الجنون نغنية، روضو اني تقنشين انتقروضو السوار انتقروضو يجني ضحشك ونغنية، انتقرو خصوصا دي المساجد اني تقنروضو ذهم زيداوين كانت وضو احنا كنلعبو مع بعضياتنا، كانت وضو احنا واحد كيهدر مع الاخر، كانت وضو غير كان ضيعو في الماء وصفية. هذا الوضوء ايها المسلم، ايها الاخ الحبيب، وايتها الاخت الفاضلة، هذا الوضوء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نغير نظرتنا إلى الوضوء. إحسن بالدر الفكرة أنه ابن المقيت قروض مش حديث زجوها، وإنما الوضوء له شأن آخر، شأنه شأن عجيب أيها المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد بسند صحيح، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، إذا توضأ العبد، إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت أو تخرج الخطايا حتى تخرج من تحت أظفاره. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة. الله أكبر، فضل عظيم أيها الأحبة في الله. إجنر خير ذم قرن وثنسين الأكثرية والسنن من ديز دي روضو يتغير أنا غنت قروضو انت كسين جنوها، يتغير أنا غنت قروضو باش أنا حنزج وها. لا أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم السنة ينغ ما مش ما انت النيازي غنا حغروضو، ما مش تقني النيازي غنا فنشينا نحن قروضو. نجدد النية ونحن مقبلين على الوضوء. يقرن النبي صلى الله عليه وسلم كخمي ذا حذت قروضو خميت سيري ذاك ممترت مارات قطف غنتي الذنوب زقمهم أور نتسي ورد عباد الله القذف نتقد قسماشي مسرمين تين قطين تين تفغابرين تين 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 وشان حكم عباد الله إيوا إيوارنني واخد جيت سارورات طبع إخارقن النين كرن سخارق بنظم السر سخارقن إزنوزة سخارقن إتمعامد هدان سخارقن مرة الذنوب تقيرس الاستهزاء بالدين حذف المحصنات الغيبة النميمة كل هذه من المعاصي التي نرتكبها بأفواهنا. هذه المعاصي المعاصي هنا من الخميس سيري ذاك ممذروضو توتنتد الذنوب النمارة توتنتد الخطايا النمارة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحبيب المصطفى، فإذا استنثر خرجت من أنفه جميع الخطايا. خميس سلف ذمن غوانزان نسات ذمن تستنثر هاك خميس صفوغ ذمن قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوغ دكي سلم عاصي قولوني اني تشمذ انت مغارين الصحوان يزيد بخاذي تشمذ وما الى ذلك. مار المعاصي التي نرتكبها بانوفنا التفق تزقوان زانك ذو من ينرضو. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنش خميس سري الذغنبو تفغن تيد الذنوب زبغنبو بنش أرد فغن أدو أبريون أدو أبريون تفغن تيد زسل معاصي الذنوب. يعني أن الإنسان يتطهر وجز جنوها وإنما يتطهر حتى من الذنوب والخطايا. يقر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مسح برأسه خميس مسح ذا الجف ذي روضو خزات خزات. سبحان الله، من منا يقبل على وضوئه بهذه النية؟ وتستحضرني النية يخمي تحت القروض على أنك يتقروض، لأن باش هذا سيغفر ربي عز وجل مرة الذنوب ذو الخطايا لا أحد. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم، اللهم آمين. خميس مسح ذا الجف ذي روضو يقر النبي صلى الله عليه وسلم، فغنتي ذا الذنوب ذا الخطايا كنت أرد فغنزك مجان
بل يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إن شخمس سير الذف السن أر المرفقين غير الكوعين تفغنت إذا الذنوب كذلك دو الشان في السن خمس سير الذف تفغنت زقوا دو الشان إذا نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا اللهم آمين. إجنا الخاذة مقرن إجنا الفضل ذا مقرن إتغير أن غشين الصلاة يقذ تقروها إتغير أن غمنا ما قيت قاع هذه كوا وهذه النية إتغير أن غا قمنا ذمين الناس بباس زد وشا قيت قيار ريبا بس إن الناس بباس قمر وزد جلدش قلدش قيت قصر خذا ريبا بس. لا أيها الأحبة في الله هذه نظرة يجب أن تغير تجاه عباداتنا ذو أذروضو قغروضو خصغت زد يو الصلاة ما مش تقيا ذد قروها تساسق أتفاف شغت كتعذو مش ماذا سكيغون انت صلي كما وجدش دك يصلي. لا أيها الأحبة في الله اسمع إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو اسمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك. الله أكبر خمد غدا سدد الزجر قواجد سدد الزجر وها وإنما الصلاة يقول عبد الله بن مسعود وني تغيسنا ذي الزج قد الصلاة يقرع باب الملك إسقاق بخصيد ربي إسقاق بخصيد ربي ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له. هم من قريم سر من واتقجقت شذي الصلاة هم من قريم سر من يود تريثوا اطمئنوا في صلاتكم اخشعوا في صلاتكم ما يمي قد سقاقوا بذخ ربي عز وجل أركد على سيدي ربي ايوا انت اللي كدق على سيدي ربي لك تكدق على شي واحد وعندك الرغبه فيه غاك نس الغرض بنادم سبحان الله بنادم يتتاغرو امش كم انت ولكن تحتاج غاك نس الغرض غاك ديني المصلحه مش تقيم تسقاقو بالخاس تسقاقو بال ما دغياناتو ياد دغياناتو ياد تحتاجت لا اتقيم ذا تسقاقو بذا تسقاقو بذا تسقاقو بذا ما روى ذا شنين قواذين حد أم نغقم تسقاقب ساعات كذلك ولله المثل الأعلى وإذا ينغمر ويحذج ربي عز وجل وإذا ينغمر ويجب فقير إلى الله عز وجل وإذا ينغمر يزمر ليستغنخ ربي عز وجل. أنت فقير بائس محتاج إلى ربك فاقرع بابه وقف ببابه ولا تنصرف عنه من مقعخ في النذي الصلاة الخفانك عشان تفسن قواتك شي حد مين شغق تقضي الصلاة مش قصقار قوم خربي عز وجل راجع ذاش ديارزم راجع قحمي ذاش ديارزم غاك ذي نجم خاذا مقران غاك ذي مغفرة للذنوب غاك ذي رحمات ستصيبك غاك ذي بركات ستلحقك فلا تعجل في صلاتك يا يزنتي مغارين أيها الأخ الحبيب أيتها الأخت الفاضلة تريثوا في صلاتكم فإنكم تقرعون باب ربكم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم باش تزام الصلاة يما مشتكا الصلاة يما يمي ما يمي النبي صلى الله عليه وسلم إن نغقوا النوايد زي الجن قوايد جخشا من أهل العلم من يقولون بكفره زي العلماء ويقنوا النوايد زي الجن يكفى منهم من يقول بفسقه من ترك الصلاة جحودا وعنادا فقد كفر بإجماع أهل العلم ومن تركها تهاونا هناك من أهل العلم من يكفره ومنهم من يفسقه. نسأل الله عز وجل أن يرد بالمسلمين إلى إقامة الصلاة. أيها الأحبة في الله نشقت زجر بنذمة قيد زجر سقاق بخربي عز وجل يازم يتهوث ثم تزجر شفت الفضل الله عز وجل. يروي الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إن شقغرت كذا تزجر أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه تويند الملائكة الذنوب نسمارة من تقيذ مرة يا عبد الله من قمر يا مسلمون كل الذنوب كل الخطايا كل السيئات تويند انت الملائكة سرسانة نتخوز جيف سرسانة نتخي جيمان غاضين ميمي يا رسول الله إن شكلما ركع أو سجد تساقطت عنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والمنة. يقر النبي صلى الله عليه وسلم سروس نجد الملائكة الذنوب ذا الخطايا خز جيف سروس نجد خجيمان سروس نجد غاذين ما يميع باش مرمي مهجد الركوع لله عز وجل مرمي مهجد السجود
توتانت الذنوب النيا توتانت ديش تواني النغنيا ميمي غاك تخرنش دي الركوع ميمي هي هو هي قعد الغيي هو الغيي قعد لا إله إلا الله. كلما تأخرت في ركوعك وسجودك من المين قبيت أحمتين قبو باغر وينهخس النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الرحمن بن شبل رحمه الله ورضي عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما توطن البعير. سيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلوات من ربي وسلامه عليه إن شقي عبد الرحمن بن شبل النشين هيا نغ النبي صلى الله عليه وسلم أتنقبض الصلمة قبو باغر نقرة الغراب واتسندي قرك واتسندي قعد واتسندي وطمو دي السجود واتسندي قعد واتسندي هو واتسندي يريد ينقبت من تنقبو باغر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هيا نغ أنساس يفسن يفسن مارا نرتغ ماثو غير ذي هموات خانس افتراش السبع وإنما الكفها غير ماس دي الصلاة دي السجود. ثم إن هيا نغ بنذم يتزجل قجم مشان وها أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما توطن البعير. من هذا متزجد قشم مشان وها نهار ذيني تيوش ذيني فاوش ذيني يزار ذين شحد كيسي منه يرفذين شو حنجادة مزينة خس يزر انتر بدا قد ديني وها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن البعير هي التي توطن المكان إننا قير غمان يرغمن نهنيك تقريما تجمع مشان وها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقارن كني ويوذان أي مسرمن يكارمي كني وربي ويتارث يخفن وما مشنا ويرغمن ويتقهمي تقني رغمن هي يرغمن وها يتقريما تجمع مشان تقينات بالدرن نشين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. لذلك أيها الأحبة في الله الإنسان أذي طول ذي الركوع أذي طول ذي السجود ميمي الذنوب توطنت الذنوب تتساقط. بل أكثر من ذلك الإنسان من نتير ذي السجود يروي الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من السجود فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة. الله أكبر. شحمت سجدة ربي عز وجل شحمت حتى دي السجود لله عز وجل يرفع ربي درجة للجنة. مين غات قديق يا عبد الله مين غات قديق يا مسلم مين مين قابلني وبغر مين موت ولدك دي السجود مين موت وخصد اش يرفع ربي درجة للجنة مين موت خصد اخك يغذر ربي الذنوب ذا الخطايا يرفع ربي درجة الجنة يغفر الذنوب ذا الخطايا. أكثر من ذلك يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم إن شو جحمت قد السجود السوء جشت ذا بذي درجة الجنة وها نغي غفرش الذنوب وها لا إن شقح مني تريح قد السجود من اللي تكون ساجد كتكون قريب من مولاك قريب من ربي عز وجل قريب 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 قد ما تصور كتر أقش تقرب ذا ربي عز وجل. يمين أنغي قرن النبي صلى الله عليه وسلم إن شو كتر زي الدعاء كتر زي الدعاء وذا ينغرذي الجن ويسخص وذا ينغرذي الجن ويسخص وذا ينغرذي الجن ويحذج ربي عز وجل. لا مرة نحذج مرة غنغ الهموم مرة غنغ المشاكل مرة منقوصين مرة ذو حاجة مرة ذو فاقة فاطلب العلي القدير مرة نسقاخ الخيوذ عندي هورة نكح عباد الله مرة عاونا يا غار من زغا زمك عاونا يا غار من زغا غعيض عاونا يا قد تجت عاونا يا قنشد بوبري عاونا يا قواليت يودشا اطلب المعونة من الله عز وجل. اكسجد اسجد بين يدي ربك سجد سير ربي تادس مش يخسن. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي أن يرد يدين رفعتا إليه سفرا خاليتين سير ربي تسلحان ذي أرب نظمي تغيد عن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم تثي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاخرين. أيها الأحبة في الله الإنسان يزود يغى الركوع ذي السجود يودجن الفضل لله عز وجل ذا مقرن. ثم أيها الأحبة في الله يا حبذا يا حبذا مري الصلاة نواتر ذي هداث وها نسورك ذي النساء دون الأوقات زجنت انتي ثذرين وتزجت بوذي ثذرين نوم تستوغى المسجد صلاة الجماعة حافظوا على صلاة الجماعة
يتخيق ذاك الوجانش معليش قوات جيت تصدغ وجانش تصدغ ربي عز وجل اتيار الشح ديهم زيدة واتجيبون من انحك غير الزرن ديهم زيدة شك عبد لله عز وجل قد كسيد رهم من الاسلام تزد من زغل هاك حلق الله عز وجل هذا يخيق الشبن هذا مدخوي غير المسجد هذا يني نجمع ورد خوي غير المسجد هذا يني نوات قاميد بالصلاة غير خوي غير المسجد هذا يني نوات الدندشان غير خوي غير المسجد هذا يني نرحمة غيرين غير خوي غير المسجد مرينا وغارد تقرب ذان شركة خوي غير المسجد لا أيها الأحبة في الله من يوجبني مسلمين وأني توجب من أخلاق المسلمين نشين مسلمون عمار بيوت الله نشين ذا نحرق ذي المساجد أنا رب ذي المساجد أنا مثل المساجد ومرن مد المساجد سعد النغ وإذا نغي زمان اسمع إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إني تغي من ذي ثذرين واتسنا الزجن ذي المساجد إجن الفضل ذم قراني عدوثن إجن الخير ذم قراني عدوثن يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح ثلاث كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة ثلاثا نودا أو ثلاثا كلوسا نودا إن شن النبي صلى الله عليه وسلم إذ مناس سيدة ربي مجعيش أقد سندي السكار زق سيماني سواتيشي هذا سن يكفر هموم سند المشاكل سن مرة مرموثن أثني يسير في الجنة جشن يجن الزين ويخسر في الجنة يجشن يجن الزين ويوزو يرزق يجشن يجن الزين ويوزو الحلنت الهموم سند المشاكل مرة وخسر كيز إجن زيت هذا شيء نشان عارو خفيف كيت ميم إجن دي سماوس إجن قاسم مسدير حدس إجن قاسم إجن غا إجن قاسم ميسي فقاسين غ ميسي كيا إجن يروح هذيك ولا ميسي وهذا عامين ثلاث سنين إجن وقاسم ميسي غيزوم إجن يتفكر هذه الدخول المدرسة وقاسم ميسي غيزوم الكتب إذا وانس كلنا مهمومون مرة غنغ الهموم يوس حسن النبي صلى الله عليه وسلم إيريش دي جنز ثلاثية مرة واحد جنز ثلاثية مرة إيريش دي جنز سنبعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثية من عنان إنش من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله غارة تدفض غهد دانشتين السلام عليكم عوضة تدفض غهد دانشت بذيت رغي دختم غاثة استقرعة الجدارة عوضة تدفض غهد دانشت بذيك التعوان نشترهم عوضة تكتوات صار شريف عيوضة تبات بقض التوات سجه عيوضة تدوي ذرهم زيماني سوى يجي عيوضة تبذي ذاتو يا جب ذرهم زيماني سوى يجي أذفغة الدهنش إني بسم الله إني الدعاء إني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما في تصغلستن عاشيني ما خست قض الضومون در الخارج جديسني قوى خست غست أذولو تذفغة الده تسلم أنت ضامن على الله أقشي ذمن أشرب بيان أشي أرزق أشي فرج الهموم مرهم مثذقش دي الجنة يوي اثنين يقر النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله وإني غيف عن حديث الزج دي المسجد ضامن على الله إذ من أصدق وإني غيف عن حديث الزج دي المسجد ضامن على الله إذ من أصدق ربي اثنين تبسرين عاود يوي ثلاثة من يعني ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله ونغيف في سبيل الله ومقن في سبيل الله وجغم يروح هذه وثقات اصدي العراق وجغم يروح هذه وثقات اصدي فلسطين لا خرج في سبيل الله في سبيل الله عامة سواء يفغ ذي رحدي سلة الرحم لله عز وجل سواء يفغ ذي رحدي شو مهروش لله عز وجل سواء يفغ ذي قضشان الغرض شو مس لله عز وجل سواء يفغ ذي رحدي شن حاشد المهم يفق في سبيل الله يفق لله عز وجل يز رجع فهو ضامن على الله إذ من الصدار بي هذا سيكفرهم من الناس أثي أرزق أثي السيد في الجنة وشط بين صاغ خزاغ وحرق خزاغ تستحرق إني غسواني تتفق في سبيل الله خزار من الناس يتقرب عز وجل يوني تفقن في سبيل الشيطان يوني تفقن في سبيل الشيطان يقوار هذي خاول جهنين ومثن يقوار هذي زيت مسده مزيدة إينا يترحم زنوزة نيت مسده مزيدة وين بالله عليكم رضي رمضان رضي رمضان واتسبحين واتسبحين تبرقيك رضي رمضان نسأل الله عز وجل أن يعافينا اللهم آمين أجث المساجد تركوا بيوت الله لا تخافوا من شباب المساجد واتقدث بوزي الشباب المساجد بيوت الله تعلم الصلاح روح حضرة البيران
حضات الكليسيات، حضات الخمارات، حضات النسران، حضات النتجوانات، حضات الشمكارات، محظم المساجد، محظم المساجد اللي قد قيد دار سواني التراويح اللي قد فيما يضر. ايه اهل النجر راح نغرق هاوية، اهل النجر راح تسك عندي الشوارع. افضل خير مرة روحنا للمنضان خير المكتنى يوسف ياسر موس خير. لا اله الا الله، اجني تفق في سبيل الله خزامنا ستاري ربي عز وجل، اجني تفق هذه دار امة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السجد من صغير قرب عز وجل يوم القيامة. ايها الاحبة في الله، خرجت الى المسجد فانت ضامن على الله. تذف الدغى المسجد، تذف الدغى صلاة الجماعة، حافظ كبيرة الاحرام، التصنيف مثلا تعدوا كبيرة الاحرام، سواء نتغميت هارد دير قهوة، نغيت غميت هارد قهوة مزيدة، نغيت ساعة في التلفزيون، نغيت ساعة في القيل والقال. دي سبيه في جنار رشعة تعلو، دي سبيه في الامام ذي الركوع، دي سبيه في قرى ذي كمر. لا ايها الاحبة في الله، ان حافظ كبيرة الاحرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في سنن الترمذي بسند صحيح: إنش من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني تكبيرة الإحرام، كتبت له براءة. اتبرت سيدار بزهنين تمسرين، كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. اتاريش سيدار بزهنين البار، اتبرش سيدار بي اسنجم سيدار بزهنين تمسرين، واتري تفوز المنافقين، واتفوز جهنم. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا، وبعد. أيها الأحبة في الله، الإنسان المسلم دي سري درت كبيرة الإحرام، ثم من دغي سري الزجد الجماعة، أدي حول ما أمكن دي غصف مزوا، أدي يزا غصف مزوا، صفني مزوا دي سجن رجاء ذم قران، صفني مزوا دي سجن الفضل ذم قران. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته، والحديث صحيح الجامع، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ربي ذي الملائكة استغفارا تدعان أكذيني تزجن ذي الصف مزوار. تقفنا الرواية في الصفوف المقدمة، الصفوف مزورة أمزوا واثنين واثلاثة، حمته غي يتقدم غزات حمته غي تستغفار ربي ذي الملائكة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإنسان خميرة قريم سرمن، سد الخلل، أتم الصفوف، عمّا في الفرج وتجذب الفرج للشيطان، ونتورش من مشانة في عمّا تقارب في ذانا يا غوية. شكذا سنين تقارب ذا غوية ومشان تذيع ورثي شرين منها، شكذا تغاسي تقارب ومسدان تانا ذي سيدوع، انت غاسي تقارب ذان تانا ذي رح غاسي يجبذ قع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سنمش حن الفضل ذيس بنذما ذي عمّا ريش انت ماسخت واها، هذه سمرقة جاتنا ذان زدار وماس يفجم مشان يخوى ذي السف عماري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم في مستدركه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، والذين يصلون الصفوف إن تعمان الصفوف سمرقاني ذانا يا غوية في راح نسنسر ذيشتن سيدار بذي الملائكة استغفار نسن. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. والنغي عمان شان تماسخت ديشان الصف يرفعت زي سيدار بالدرجة ذي الجنة، هامي من قريم سرمن استووا اعتدلوا عما تصفوا، سدوا الخلل، حاذوا بين المناكب والأقدام. ما يمع ليس ننفع عيشك، يرفع عيش ربي درجات للجنة، ثم تستغفر أنتش الملائكة اغفرش ربي عز وجل. أيها الأحبة في الله، كلمة تقولها يبتدرها 30 ملك، اجموا وركتني دي الصلاة تمحيزوان خسك تازي 30 الملائكة تخسن تاري من يعني وورني. أيها الأحبة في الله، يقر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول رفاعة بن رافع: إنش كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، نزوجك النبي صلى الله عليه وسلم، نمد قعد الركوع من يطلع من الركوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: النبي إن سمع الله لمن حمده، إن دي الجنوان دي الصحابة، إن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا له. وذا ورينا
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا له. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته قال: من المتكلم؟ وإن شئ ورخ وعذ إن سوايزني أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. إن قزرغ 34 ملك جار 33 39 بضع بين 3 و9 جار 33 39 الملائكة تمحي زوان غوورنا وتغيارين دمزوا دي جموور تحرك انتكك الملائكة مرة. وأنت العبد البائس الفقير وأنت الذي تحتاج إلى رحمة ربك مرة من يدرج هذه الصلاة. إذا الصلاة واجب تقرن تكسي تخي جيما نغوها. إذا الصلاة واجب تضخرفت نخذفوها. إذا الصلاة واجب ما وسنت أرثوها. لا أيها الأحبة في الله رجارا مرة بشرط رجارا دون تحسبه مرة بشرط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح: 5 صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عهد عند الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إن شاء النبي صلى الله عليه وسلم هالشرط 5 صلوات ونيت نتغي الزج نذا سنتي قروض مليح حموني ذا ونذني غزقم زوا هذا سنتي الزج سنتي الزج دير وقت وجبوا الضوء نر عصر عصر نر مغاب رمغاب الرعشة نغاثني اسمون مارة انتي الزج دير وقت ثم غادياوي الخشوع ومقان الخشوع هذه استحضار عقر النس قورة ذي الجنس زينة ويجي كامل وهذه يسي إبليس اشي وسوس ولكن جاهده التويد رجع ضبليا جاهد إبليس برمي ما يخصش الصفر جاهد يخفن شاريتين أرد يخفن شدي الصلاة لك أجران إن شاء الله تعالى لما دي استحضار الخشوع النس يقار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أديو الركوع دون انت السجود دون انت الخشوع دون انت إنش النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربع عز وجل ليت الشسر عهد يون غيز زجل الصلاة يمو هذا سيغفر هذا سيغفر هذا سيغفر وما نصدق من الله قيلا وما كان ربك بظلام للعبيد. ربي تكم روار ربي تكم روار ما رينش فله عند الله عهد سند الله قذيني العهد غصيد ربي بشرط أود الصلاة ممشينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كم رضي الصلاة بالجماعة مغل كم رضي الصلاة أتقذ الباقيات الصالحات وتنكاب والتقجوق من المغار السلام عليكم هذه كرقوية الزرغة القهوة هذه كرقوية الزرغة المسرحيات هذه كرقوية الزرغة الضحاش لقد تراجع هذه لا أيها الأحبة في الله في مغار يا يزن إيقى السلام عليكم الإمام تم الزوار حيم إيقى الباقيات الصالحات مغل كم رضي الباقيات الصالحات غار آية الكرسي غا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم مرة نحفظه يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح: من قرأ آية الكرسي في ضبور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الله أكبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كم رد الصلاة غريب آية الكرسي إنش النبي وجوش غير من عنخ الجنة ما رهم موت إذا خدنا تثبت الجنة وهذه مش غير من عنخ الجنة إلا رمكت ما له موت إذا خدنا تثبت الجنة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والمنة. كم رد الصلاة وغاك من غاه قذ قيم ذي المسجد خصوصا خذي رمضان وغاك من غاه قذ وانس أواني الدواء قيم ذيني غا أذكى استغفاء سيود در عصا سيود در مغاب مرة من ترمقش ذيني ذي المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم. من قات الملائكة من ترقش القمشان شتقيم دواني الصلاة من ترقش ديني من تراوه هازي دروضو من تراوه كادة فغض الملائكة استغفار انتش قانت سير باللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم من ترقش ديني الملائكة تتان تسير بذا شيغفار تدعانتك يكسر الرحمن صلى الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا اللهم آمين. يجينا الرواية نظنين الحديث إن أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وجبوا غاوني قيم نواني الصلاة وها لذو نديو سينزيش غهم زيدا ما رايقم دي المسجد ويقيم إلا من أجل الصلاة وتحبس دي المسجد إلا الصلاة
استغفار انت الملائكة تدعان تكيس ايها الاحبة في الله يمكن ذيني شن الجن الزينغ ايو مار رجارة قبنا ذي مذي فغزي مزيدة اقا يمكن ذيني شن غورو جذوني يمكن ذي جعجع يمكن ذي شن المعصية ذي شن الذنب انت مسلم انت عبد لله تسي ضرب شوف اولا ثم جاهد نفسك جاهد نفسك كما تغسل نتزجد نيشان لله عز وجل ربي عز وجل قرش إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون ما لا تغسل نستيد الصلاة ربي عز وجل هو خفض سنة الصلاة أني نشت منع من المحسة تقول شان حاشد هذا استيني قفض زيان زيادة وقال خوين الزقاد وقال أشت منع الصلاة أني ما لا تغذفها في شوها ما لا تغوات الزود جذبوا لله وقال خدني اقمين تخسر لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبشر حتى ابن ذمي قارش وجاهد وغفينه استاو حرق وحرق وحرق يغوي الشيطان دعي خيجن نشان غور دعفان نصفا خيطاوين نشان يشتن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يروي الطبراني في معجمه الأوسط والصغير بسند حسن إنش النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون أمقان تحترقون يعني تذنبون تذنبون تجمل معاصي تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا هي الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والمنة إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ربي السنة لا تقم الذنوب ها تقم الذنوب تقم المعاصي أتزجم الصبح ذي الوقت النس هذا مفرفة مرة من تقيم أتقم الذنوب زي الصبح جبز 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 أردها شكت أسدت الزج الدها اسمه مش نحسب مرة سنياني هذا اشتغفار من تقيم زي الصبح أردها أتفغل أتقل الذنوب لأن كل ابن آدم خطاء أتقل الذنوب هذا يوضر عسى هذا يغفر هذا يوضر مغاب هذا يغفر هذا يوضر عشاء هذا يغفر إنش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تنامون أترحمة تصم فلا يكتب عليكم شيء بنادم غاقش من بنادم ويحسوات سيح وذي الزناقة واني رعشاء زاجر عشاء روحة تاقحض باش واتقذ بالمعاصي النظنية باش تحت تصد وخك تارنت الملائكة بالمعاصي باش يصدق فيك قول نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يكتب عليكم شيء نسأل الله عز وجل أن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يفقهنا في ديننا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا اللهم اصرف عنا كيد الكائدين اللهم اصرف عنا كيد الكائدين اللهم اصرف عنا كيد الكائدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين